والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي آنساتي سادتي مخداتي ووسادتي أما بعد أيها السادة الكرام في هذا الصرح العظيم ما توب صح؟ انزين يا جماعة الخير، أول مسألة بناقشها وشي هاي العاصمة طبعا. انزين أول شيء لازم تعرفون في وايد ناس تقول أبا مدينة باسمي من زمان، أطلب مدينة باسمي وشفنا كهرباء هني. بسوي لكم كلكم يا جماعة، بس الخطة الحين أنا مطول في هالمدينة ليش؟ خلنا أعطيكم نقول لكم ليش وأشوفكم كلكم والله الهاجري زيد اللي موجودين القديري كلكم أشوفكم وبسوي لكم إن شاء الله إن شاء الله كلكم لكم مدن، مو مشكلة بحاول للجميع مدن، لكن حاليا الوضع ما فيه فقط مجرد أن لازم أرتب العاصمة. هل أبا مقابر شارع المقبرة يكون في عندنا إنزين؟ لازم يكون في شارع مقبرة. إنزين سوي شارع يروح هذا الاتجاه من هني، هني بسوي زحمة إذا حطيت شارع. بسوي لكم كلكم مدن، بس الحين خلنا نخلص العاصمة، لأن الهدف أن نحن العاصمة أنها تحوي على، كيف أشرح لكم؟ أروم أطلع من هني، خل ما أروم أبغى أسوي مكان في مقابر. هني مكان حلو الصراحة بغض النظر، يعني ما له داعي أسوي وايد قطعات، خليكم في شير. أبغى أسوي أول شيء مكان يضخ منه السكان ضخ حلو، فالمكان اللي بيضخ منه السكان اللي هو حاليا الخطة الحالية هي شو؟ هذا المكان اللي هي المدينة. اليوم بنسوي المواني، وإن شاء الله إن شاء الله يا حبايبي بنسوي لكم كلكم مدن. انا ما بزعل حد فيكم، ما بحد فيكم ما محصل مدينه، ما بحد فيكم متضايق، فان شاء الله الكل راح يكون له مدينه. قد ما اقدر قد ما اسوي مدن بتم اسويها على اسامي الناس، وانا اشوف الاسامي واشوف كل شيء. بس الوضع يباله شوي وقت يا جماعه، يعني شوي يعطونا وقت. وهذا سوى زحمه الشارع هذا، شارع اساسي كيف اسوي زحمه انا؟ ظننا تسطيل هني هذا، لحظة هني خلى الزحمة تروح. اوكي فبسوي للجميع، يعني لا تحاتون، بس اباكم تصبرون شوي عشان اخلص مشروع المدينة العاصمة اللي هي هذه. عندنا مجموعة شغلات كبيرة للحين نحن ما سويناها الصراحة، ولازم نسويها. فلازم شوي ولا اتمنى بالاحرى، مش لازم، اتمنى تصبرون معي شوي على اساس انه يمديني يرسس نيوز. مفروض والله مش اغطي المدينة، ها مفروض يغطي باقي المدن والله، بس هذا مكان حلو حق مقبرة، مكان يجون الناس زيارة. الحين بنبدأ في الميناء اليوم، في ميناء على اساس انه عسكري، المعسكر عقب. ابغى اسوي شوي ترافيك ولا شوي زحمة في المدينة، فبسبب الزحمة اللي بسويها في المدينة في حد قال لي انا حطيت بيوت مكان غلط، بس اظني مو مشكلة عادي نقدر نتحمل مكان. انزين واتمنى مره ثانيه انكم سمعتوا الرساله وانكم عرفتوا شو السالفه وعرفتوا كل شيء وشو الاسباب اللي نمشي عليها وهاي الامور وشو قاعد يصير وشو اللي ما قاعد يصير عندنا في المدينه. انزين بس بنحط كم من فندق في الوسط حق اللي يجون، وين بيعيشون اذا ما حطينا لهم فنادق؟ هذا هو السؤال، هذا وايد كبير اظني ابدا والله. قياسة طيب building already exist I hate you. انزين حطي شوية فنادق، تشوفوا مكتوب عليها فيها باركن هليكوبتر بعد، تحدون. انزين هذا قاعد مكان غلط. انزين وبنحطي هذا الفنادق الصغيرة قدامهم، اظني في مشكلة عندي في المودات المنزلة، قلت لكم قبل في بعضهم فيه المشاكل، في بعض المودات فيه المشاكل. مش كل العماير تشتغل صح للأسف، وهذا شيء مش مفروض يشتوي. خلنا نشوف العماير اللي راح تشتغل. في مودات بعضهم فيها مشكلة، مثلا هالمود شوفوا راح راح راح، هذا تم. أظني ما نقدر نسوي وايد من كل شكل يمكن. فالحين الفندق الكبير بيكون في هذا المكان، لازم يكون حوله حديقة. هالأماكن الفاضية راح يكون فيها باركنات، راح يكون فيها خدمات حقهم ترى.
وات هذا غير هني على البحر حرام والله حرام. تعرفون شو حرام غير هني في نص المدينة على البوابة يقعد هني ويلف حول الشارع؟ والله خلنا نسويها، والله خلنا نسويها الحين. حرام غير يلف عليه الشارع هذا. must be roadside يا حبيبي. زين خلنا نيبه من هني يا عيب، نيبه من هني. شوف 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 شو. دمار شامل وربي ان هذا دمار شامل، مش فندق طبيعي ابدا ابدا، شيء خرافي. لازم الشارع حول يدور شوي. بالطريقة هاي اوكي اوكي لحظة ويت 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 لحظة. كيف ما في شير؟ كيف ما في شير هالشارع؟ والله انه فندق من امه، مش طبيعي. تعرفون شو مش طبيعي؟ فندق هذا يستاهل تقاطع جبار. اوكي ويت 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 اوكي انتهي لين هني. طبعا في اماكن ما وصل لها الشارع، انا ما اعرف شو السالفة بالضبط، بس بيكون في شارع داخلي محيط في الفندق نفسه. هلا نحيط الفندق هذا شارع، حبيت سكر الشارع طبعا ما بيوصل لاخر شيء. هذا فندق يستاهل تتويجه على مكانه الصراحة. يعني زين ونباب شارع من هني لين هني اوكي، ما يحتاج شارع ثاني. حلينا مشكلة شو. والله انه مضبوط. هذا يباله مسبح، هذا يباله بول، يباله موضوعنا شوخي. موضوعنا كان مواني. لحظة خلنا نسوي المينا، بسوي المينا وبرجع حقنا هذا. ما عليكم، هذا شو عنده مشكلة؟ كريم رايتز هاي. زين نحن عندنا تغطية شرطة كاملة، بس الشرطة هاي كمراكز ما راح يكفي. لحظة، هاي الشرطة كمراكز ما راح تكفي، فشو بسوي؟ ابى اجيب مراكز صغيرة وسجن. على فكرة اللي قال لي سجن عزيز، سجن بيكون في نص المعسكر، في سجن عن عشارة بيكون، في سجن في نص المعسكر بيكون. فبنسوي ايوه هاي الهم اللي هن مال السياح، تعرفونهم؟ هاي شرطة حق السياح، شوفوها، هذه شرطة للسياح. الحين اي حد يخطف. المشكلة الشكل مش بيرفكت، بس ما له داعي يكون بيرفكت، لان اصلا في مكان حق زنزانة وفي 6 سيارات شرطة. هاي يمكن من افضل الشغلات اللي انا حصلتها. ممكن بعد هذا نسوي، بس هذا هذا بعد لحظة يبالي شارع اكبر هذا. بس شو بنسوي؟ خلوني احط شارع اكبر. لحظة، 4 شوارع. نبقى تشوف كيف شكله بيكون على 4 شوارع. ان اذا هذا على 4 شوارع، وين الشرطة؟ هاي الشرطة، سوري. ايوه هذا القصير احسن، الطويل او ممكن نسوي بالطريقة هاي. شوفه، مشكلة ان احس انه مخرب مش مخرب، هو شبه ياي، بس في النهاية هذا مود في واحد مشتغل عليه مسوينا، عرفتوا؟ بس هذا بيكون شبه ممتاز حنا كمراكز شرطة، يغطينا التغطية حق المشاكل كلها. إذا ما بيسوي الطريقة هاي خلنا نسوي. لحظة، أنا وين ياي؟
سلام من البداية أنا وين جاي؟ هذا ما بيستوي بالطريقة هاي، فهذا بنشله من زين وبنيه بشارع أربع شوارع من هني لين ولا من هني أربع شارع كبير شوي. أوكي شو الشارع بخم وايد ولا قبيح ولا زين؟ أنا أحس الشارع جيد، يعني مش إنه أحسن شيء في العالم بس جيد جدا. زين خلنا نجيب الشارع من هنا لين هالشارع. لحظة، لأن هذا الشارع اوكي هذا بيكون مفروض انه يكون 200 200. اوكي يمشي. شوفوا مراكز الشرطة ما اكثرها ترى الا مراكز الشرطة هاي. شوفوا سيارة قاعد نستعملها، سيارتين قاعد نستعملهم، كل مراكز الشرطة. ليش هذا بسميهم انا شرطة السياح؟ يعني لان اصلا عندنا كمية سياح كبيرة تي، ونحن هدفنا نحمي منه حاليا السياح اللي يجون يشترون من عندنا، وهني بيكون في توسعات مدن. هني هذا كفي، هذا اذا نقص الشرطة بعرف حطيه. ما عليكم، هذا ما في له مكان حاليا، هذا ما في له مكان. هاي اللي ما لهم مكان راح اعطيهم هني طول الشارع طول الشارع. والله تصدقون شكله اظن بيكون حلو، يعني ممكن حتى الغي اللي هني. ويت شو اشكالهم؟ والله اشكالهم حلوات، بكنسلهم من هناك خلاص. بشل هذا من هني حطيه هني، وشل هذا من هني نحطيه هني. والله انها ابى رايكم تحت في الكومنت على مراكز الشرطة هاي، قولوا شو رايكم فيها. بس انا احس انها 200 200 والله مش طبيعيات. لين اخر مدينة استوى عندنا مراكز، الحين ما بيكون عندنا مشكلة. المينا بشكل عام نحن محتاجين مينا هني، بس شو مشكلة المواني مالنا؟ كاشكال انا ما نزلت اول شيء مواني، بس كشكل المينا هذا سيبول ماست بي باي رود سايد. انزين هذا مود نزلته قريب، ابى اشوف شو وضعه، فخلونا ونشوفه هل هو يستاهل ولا ما يستاهل. لا ما يستاهل ابدا، هذا ما يستاهل. نحن نبغى هالمكان مفضي، يعني نحوله الى حفره. ليش؟ اساس نسوي مشروعنا اللي هو المدن، اللي هو نيبة نفس هذا نسويه الطريقة هاي لين على الشاطئ بس حده. اوكي بس هذا بس انا كمينة تصور كمينة زين. اوكي نطلع نطلع من التول هذا على طول. المشكلة مستوى البحر يتغير. انزين كمواني نحن ما عندنا اشكال حاليا، بس الفكرة ان نسوي اشكال في المستقبل. بنزل مودات، ما كل يوم انزل شيء، انزل مود نجرب اشوف وياكم شو المود اللي فنان، شو المود اللي بيضبط جوه مع هذا. احاول اني مثل ما تقولون لا هذا يبغى يكون بالطريقه هاي. اوكي لحظة، ليش مع اني نزلت مستوى البحر ما رفعته؟ المفروض يكون ينزل. شوفوا انا قاعد اسوي مكان حق ماي اكثر. زمان كنا نقدر ننزل هنا، الحين ما يستوي بالعكس. تحت مسافة معينة ما اقدر انزل. هاي نوعا ما مصيبة ترى، على فكرة يعني مصيبة. من الاول كان ممكن نتحكم اكثر في شكل البحر،
زين الحين خلنا نشوف شو بيستوي فيه. انا نقصت مساحة ما زدت مساحة يعني المفروض اوكي لو انا بنيت زيادة في البحر بفهم التدفق الزايد هذا، بس مرات التدفق الزايد مشكلة اذا غيرت مستوى البحر هني. شوفوا هاي المدينة مسكينة ما سوينا فيها شيء للحين. كان عليها مكتوب اشرف الراكب يحيد. وين صارت؟ وين صار الزون مال هاي؟ ليش مش مكتوب عليها اسم؟ موجود الاسم اشرف الراكبي. قلت لكم اعرف الناس اللي مسوي لهم مدن. يمكن انا نزلت مستوى هذا. صبر. ويت ويت. هذا يغير لي دائما مستوى البحر. لسبب من الاسباب. انزين. فخلنا نرفع هذا هني بالطريقة هاي. اوكي. ونشوف شو تفاعل الحين. زي زفت والله زي زفت. ما بقى انزل مستوى الماي، لان اذا نزلت مستوى الماي يمكن اتوهق في مواني ثاني. ويت هل مين شو وضعه شغال؟ اهم شي المواني كلها شغالة، ان في مواني مكانها نفس هذا ما بيشتغل اعرف. زين فشو بسوي؟ هذا المكان لازم اللي اسويه كالتالي، يجيب هذا يجيب الطريقة هاي، ما في حل ثاني. هاي البيون هذا ليش ما يوله؟ اوكي يوله ماي بس. اوكي بعدين بنعدلهم هاي، بس نقدر شوي. شو اسوي؟ ننزل هذا تحت. شوف حتى شكل الشارع استوى حلو والله. فكرة مش سيئة ابدا مش سيئة. المويه الباقي كيف وضعها؟ هذا مو عالي هذا مو عالي. اموره طيبة اموره طيبة. ايه هذا هني اموره مش طيبة. لحظة هذا نسوي الطريقة هاي. اوكي خلا بي مويه الحين بشوف بي. يا العيد كل هذا حق مين؟ ها نغير تشكيل خريطة كاملة. خلاص بيرجع طبيعي، هذا بيرجع طبيعي، لأن الحين نحن عندنا وين مدي قمت أضيع والله وايد مدن ما شاء الله. زين الحين عندنا مدينة ايش اسمه؟ لحظة خلنا نشوف العيد اللي بيستوي هنا الحين. صبر صبركم علي، أنا مركز مع المنطقة هاي. هاي شو حطيت أنا؟ ما بقى احطي هذا، ما بقى احطي هذا. هذا ابا مينا هني لين هني مينا هذا بالطريقة هذه، لأن أعد البرش، لأن هذا إذا يبنى عدل يستوي مينا رباعي ويستوي سهل إن نحط يمه القطار. شوفوا الحصة طلع فوق والله. إنزين نشل هذا من الوسط وندفة دفة خفيف. تعال من هني لين هني لين هني يقولوا لين بالطريقة هاي. هذا مينا. مينا كلاسيك يعني، مش مينا ابداعي ولا ها ولا لا، مينا كلاسيك عادي يعني، طريقة عادية جدا. وصل في البحر منه مينا. لحظة خلنا نعدل حوالين المينا. ما له الفلوس برد نعدله ترى. انا بعد اهم شيء الحين
أعدل الأماكن هاي كلها. إيه إن نحن يا مين العاصمة. أوكي شبه ممتاز، بس بقالنا مكان واحد اللي هو هني. أيوة هذا لازم سكره، مو مشكلة. ها شوي اوكي ويت، شليته من هني. شو يستوي سيدي؟ نحفر من هناك. يوم حط سيدي ما يستوي، حطي قدام جالس يستوي. ف لحظة تقول غلط، ده مو مشكلة. شو بنسوي؟ بنحط شوي حصة ولا ها ولا شي، بنحط السفن ولا اي شي هني، مش قضية يعني. اهم شي ما دش علينا ماي هني. لا ما دش علينا ماي، بس هذا اهم شي تقريبا حاليا. هذا امور طيبة، مو مشكلة. هالشوية هاي الحصة بينشل، مش قضية. هذا انا عارف شو بسوي، شكله بسوي بهذا التول ويت هني لين انفاليد شيبا. مو مشكلة، اوكي. هالشوية انا بتغاضى عنه حاليا، لان مشكلة في الترين ولا في هاي السوالف. شوي مرات مش دائما الوضع يضبط 200 200. انزين هذا شارع شو هذا؟ احس نفس الاثار. ما بحاول اني ما اخربه حاليا. زين بحاول اني ما اخربه، فخلنا محترمين معه. اوكي خلي الاثار مثل ما هي. بنسوي لنا الشارع اساسي يمر امام المينا اللي هو بيكون هني. هذا هني هي بيكون مينا كبير، فالمينا الكبير لازم يكون في قدامه شارع طيب يخدمه، يعني مو بشارع تعبان، لا لازم شارع زيني. ابى اوصله في الدوار نوعا ما، خاطري اوصله في الدوار. انا بيتوصل في مواني ثانية يعني، بس دام ما استوت زحمة يعني دام ما استوت زحمة ما احتاج هذا كله. انزين انواع المواني اللي راح نستعملها، اول شي نبى هاربر، هذا شي اكيد نبى هاربر. وابى احطي هني، لا هني احطي كارغو هني احطي بيبلهم قطار على يم. اوكي بطلع برا المدينة، فهني كله بيكون مركب. بيكون عندي واحد هني، ولا اروم حطي حتى هني؟ لا ما اختار هاي لبا اخليهن. وهذا ما ركب، هذا هذا ما ركب هني، بعد واحد ما ركب. اوكي وبنحطي لنا فيري دبت، هاي اللي طلع لنا شو اسمه الصغار. بنحط فيري ستوب صغيرون هني بيكون. اوكي فيري باس اكستشينج ستوب. اوكي هذا في مال باصات بعد، فكلهم اباهم يمرون مرة على مال باصات ومرة على منو على الثاني. مشكلة بيكون عندنا اثنين هني كارغو بيسوون زحمة، فانا ما بقي في نص الزحمة اخرب الشغلة. انزين خلونا شو نسوي، نسوي لنا الشارع هني. ست شوارع بيكون وايد كبير ولا لا؟ زين سوي لنا شارع اساسي هني. اوكي بتشوف اذا هاي اللي بيركبون ولا ما بيركبون. اول شيء هني بشارع هذا، انزين سوي لنا شارع مايل اللي هو بيكون بالعكس. زين والشارع هذا كيف يركب؟ هاي السؤال. الشارع من هني لين هني، الشارع من هني لين، خلنا نخوز هذا شوي بعيد مكان ثاني. زين
يجيب لنا شارع حق مهنيين. نبغى تول ثاني قلت. زين فشو بيستوي في هالشارع؟ تعرفون شو بيستوي؟ أنا بخبركم شو بيستوي في هالشارع. بيستوي الطريقة هاي. بينزل بالطريقة، لا ما ينفع هاي الطريقة بعد. أحسن شي نسوي إن نحن ممكن نزيح هايدي من هون لهون. شوفوا من تحت هذا، أوكي. شوف هذا شوي أزمة، شوي هذا أزمة. هذا شو بنسوي فيه بالطريقة هاي؟ بننزل تحت. هاي قاعدتها غلط كامل. زين بيكون أحسن الحين إن شاء الله بيركب، لأن هذا تو ستيب. ركب. ويت. هذا في مشكلة. ويت، هنا عندنا مشكلة عالمية. ننزل هذا شوي. زين ننزل هذا شوي مهني، مو مشكلة. بس في المقابل شو بيستوي عندي؟ هذا بيستوي يتوصل. شوفوا خلنا نوصل لهم ماي لحظة، أساس يبدون يشتغلون. عندهم كهرباء مفروض، عندهم ماي، يشتغلون على طول. ما باهم يتعطلون وايد. بس الموضوع عبارة كهرباء بعد. كهرباء موضوع مفروض بسيط. نعم بسيط. هذا هني، هذا هني، هذا هني. هاي الموصولين في بعض، امورهم طيبة. يبالنا شارع اساسي، ست شوارع. يخطف من هني بيكون جدا ممتاز. في مكان حق القطار بعد يمر، بس زين، وايد زين. حاب ياخذون يوتيرن اخر شيء، بس بيكون ممتاز. زين الحين هاي كيف اشكالهم؟ اشكالهم زينة والله، اشكالهم زينة. بس الحين يبالي اشغل التول هذا، ارجع للشارع الاصلي مالي لين هني. الون واي ترى على فكرة شيء مفيدة، اخبركم الحين. تستعملونه كم من مرة بتعرفون قصدي. زين هذا بنفس الطريقة من هنا يمر، وبني بالطول صديقنا الصدوق، نعبي الفراغ اللي الوسط. نقدر نحط محلات دكاكين اكشو هني منكوبين. سؤال، في عنا مشاكل في الترين ترى، فلازم احاسب شوي على هالسوالف. لازم انتبه كيف قاعد اشل، لان هاي بنعرفهم بعدين كيف اشلهم. ايوه بيكون في مشكله هي، بنعدلها، بنحاول نعدل بعدين. هذا بعد، هذا مسوي ازمه عالميه في المينا. لحظة ننزل شوي ونرد نرفع. اوكي في امور تنحل بالطريقة، في امور ما تنحل، في امور في كذا طريقة. يوم عندكم مشاكل مع المودات تحاولون تحلون الامور، بس مش دائما كلهم شغالين. لازم تجربون كذا شيء، تردون ترفعون، تردون تنزلون، تردون تسوون.
حتى بالنسبة لهني يعني هني لازم امسك مثلا هذا انزل لين احاول اعدله اوكي بعدين انزل هني بعدين ارد ارفعه هاي السوالف العادة يوتيوبر يسوونها ورا البث ما يبي يقول لكم المود ماله كثرة في مدات كثرة تحسب على الاستعمال ترى المود زين انا اسوي له ريكومند وانا اعرف ان المودات فيها مشاكل بس احل المشاكل قدامكم يعني هاي العادة هاي سبت الشوارع شوي ترينفورمينج هذا مو مشكلة انا بطوف له ما بعدل على شيء انا اشكل شوي افتح هذا اوكي الحين هذا بس بعبيه وعندنا هذا بس ابى اسوي شوي منطقي اكثر عبي تحته انزين هذا بيكون شيء حلو يعني كدوار كهذا كشوي خطير الشارع جميل انزين شو صار عندنا استوى عندنا الشارع استوى عندنا يوتر استوى عندنا هذا قريب البحر هاي شغاله اظني اسرع من الحين انزين الحين لازم اسوي للمينا مثل ما تعودنا شو اسوي له اسوي له ممر بحري طبعا ممر بحري ما لنا بيمر من ها خليه يولون والله خلهم يقومون عرض بعد مش فارقين معي انزين خلهم هذا يسمونه عنف اسري اوكي تعال تعال ترى التولز مثل ما تعطيك مثل ما تعطيك ميزات مرات تشل عنك ميزات فانتبهوا التول اللي تستعملونه شو يسوي بكم يا جماعه وايد انتبهوا من هاي المنطقه هاي النقطه هاي ويت انا وين الشارع الاولي مالي ولا بعيد بعيد وايد بعيد يا حبيبي علموني بعيدة مشكلة خليه يمشي على البحر بعيد انا حطيته بعيد على اساس يتعبى المكان شو اسمه هذا عندنا بعد صح فيري ديبوت مع بس هذا صح لا ها عندنا اثنين فيري ديبوت بوباس وين حطيته بوباس ما حطيته صح فيري ديبوت وبوباس وين حطيته ما حطيته فيري ديبوت خله هذا هاي يطلع لنا سفن نباه لازم يكون موصول بعد شوفوا الحين مثلا هذا سبه المودات مالي بوزيشن تول مرات لازم تحطيه مكان معين على اساس يضبط معي شو كل شيء اوكي انزين ابى احط ديب الثاني احس ان هذا غلطه اني ما عدلت عليه بس اوكي لحظه اذا احط فيه الديب بباص وين راح هذا يستوي مكانه هنا ايوه يستوي مال غصب تعرف مال غصب مال دفه غصب انزين نشيل له هذا نبدوت ايوه المشكله تشوف اذا مكان واحد يمشي معه لحظة إذا الحين دماغنا حقنا أقدر لا أقدر أستعمل هذا التول عشان حركة و أيوة لا 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 تعرفوك 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 أوكي أوكي شوي أيوة الحين يركب هي 200 200 بس هذا ما اعرف يركب ما يركب الحين تعال دور على البوينت ماله وين ايوه هذا حصلته اظني ما عنده مشاكل اتصور بيكون ما عنده مشاكل لحظه لو اسوي من هني اتبا ياخذ لفه من هذا الى هذا يرجع هذا عنده مشاكل لا اوكي 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 يروم يطلع ويدخل على راحته بس ممتاز خلنا نمسح الخط هذا الحين ابا واحد شوفوا اثنين اسوي اد ستوب هنا ما يستوي اصلا هذا هني هذا حصلته ثلاثة اربعة خمسة خلنا نضيف
ما اعرف 4 5 6 7 8 بنضيف عليهم على الاقل اخليهم يعيشوا حياتهم. الحين هذا لازم اوصله في الشارع. الحين تحسون شغله غثيثه الموني صح؟ سبيس رد اكيوبايد اكيوبايد وشو؟ ليش اكيوبايد؟ اوكي الحين ايوه هذا بيطلع زين ما عندي مشكلة، بس هذا لازم ابغى مكان مو مشكلة. ها بسوي بالطريقة هاي، بنسحب الراس لين هني، بني بالشارع، بنعكس ان شاء الله ما يقول لي قال لك بويت. توقعت خلاص مو مشكلة. تعرف شو؟ عكس هذا وعكس هذا، ما عندي مشكلة، ما عندكم مشكلة. خل الناس تدخل من هني وهني بس. ها شوي تقاطع معقد ترى، تقاطعت شوية ها 200 200 والله وعندنا بيستوي نقل بيستوي بيون ناس. هاي شيء اكيد ناس بتي، بس المواني ما راح تكمل الا اذا عندنا بس رتي اوكيبايد. وات ذا ف ابا الكارغو. اوكي 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 هذا الخط هذا زائد الخط هذا قاعد يخربون. شو بسوي؟ اجيب هذا تول من هني لين هني، خلنا نطلع برا شوي اشوف الحين ابي يضبط. ايوه وبتجو فول هذا كذلك مسوي في نفس الشيء. هذا بني من هني لين هني، بيخرب مفروض على المين الثاني انا احسه، بس والله شغال يعني. نشوفه وين صار. تعال شوف الزحمة، شوف الزحمة. اوكي مش قادرين يحصلون يوتير. خلاص انت تخرر نقلك من هنا الى اشوف قدروا يتحركون. هي اوكي قدروا يتحركون خلاص، دام يقدرون يتحركون براهم بيصرفون امورهم. انا ما عندي مشكله، وما عندي مشكله، اهم شيء يصرفون امورهم ما يعبرون راسي انا. انزين هني وهني حلو وايد حلو. مينا مشروعا مش طبيعي. هاي يطلع هذا يدخل. لا خلهم يدخلون من اخر شيء، خلهم يدخلون من اخر شيء. ليش؟ الطابور هني لو يوقف الشارع طابور ما عندي مشكلة، بس هناك يوقف طابور راح يسكر هذا الشارع، فيون يوقفون هني طابور لين يردون. شو الصوب الثاني؟ انزين نبغى ماي حق هاي الصح الأوقات، نعطيهم ماي. يلا يلقوا ماي، كم ما تستاهلون بعد حتى ماي، بس يلا. انزين الحين نبغى القطار. القطار كانت أزمة عالمية أصلا نحن عنا صح؟ كان عندنا أزمة شيء اسمه في الدنيا قطار. انزين خلنا نجيب لنا خط من هني. المينا هذا يبغى له سكة، شكلي بسوي القطار مرة واحدة. هالحلقة هاي. انزين خلنا نحط هذا التول هذا. هذا انزين تين هني 15 ننزل لين 0. اوكي ما عليه مو مشكلة. هذا يتوصل ل هذا المفروض بكل اريحية، ما عندك مشكلة. اوكي بس ممتاز، خلنا نسوي له خط ثلاثي ونمد لنا قطار على ارتفاع كم كان ارتفاع هذا؟ ارتفاع هذا اللي يسمونه الجسر اللي هو هذا. بعدين نيبة لارتفاع
قدره 12. حلو، هذا كذلك يعني. بس بنزل هني لين ايوه، بنشل السكه هذه. الخط مو مشكله، خليه يستوي شوي زحمه، ما مش اني حاتي وايد صراحه. هني القطار شوي بيلف ترى لفات خفيفه يعني. لا والله ضبط، والله ضبطت اموره. اشوف حد بيدعمه، اذا حسيت حد بيدعمه بعدين راح اغير الموال شوي. اذا ما حسيت ان حد بيدعمه خلي نفس ما هو. ارتفاع 12 صح قلنا هني لين هني، ارتفاع 12 لا كان اكثر من 12. لحظة، كان ارتفاع مع هذا شيء 24 كانوا. بعدين نخليه سكة عادية لين الضفة الثانية، وهذا القطار نفسه الحين هذا مش سيدا هذا هذا نفسه ترى بني من سكة حق المدينة الحين ترى، ما عندكم مشكلة. هذا بني منه بس والله بيستوي عندنا مشكلة الزحمة. شوفوا هالمرة إذا استوت مشكلة الزحمة أنا بعبي اللين، ما عندي مشكلة خلاص عندي الموضوع. والله هني زين، بيخدمنا بيخدم الصناعية بيخدم وايد ناس اخطر. الا جنب الهاي واي، ابي يسوي له مشاكل ثانيه جنب الهاي واي ترى في المستقبل على فكره، لان يوم بنطلع اي شيء من الهاي واي راح يسوي لنا ازمه عالميه خاصه هني. بس هني مش قضيه يعني، شو بسوي؟ فانا الستاندري 12 زين 12 يا ابوي 12 تعال ما يصير. تعال 12 هذا ليل ويت ويت، هذا بوصل الطريقة هاي. طبعا اي شيء قريب عقب ما اتوهم اياه مش خضية يعني. زين الحين نحن هنا حول منو؟ حول مينا من هني. ليش هنا من هني؟ لان اول شيء يساير الشارع العام، ثاني شيء احنا قلنا بيكون عندنا مينا عسكري، معنا بنحتاج هذا فيما بعد يعني، بعدين هذا بيكون مشروع مفيد بالنسبة لنا. زين هذا كهرباء اكيد ولا لا؟ مش كهرباء، هاي المشكلة مرات بريسيجن تول اللي بلا شغل سناب لحظة مش سناب شاتا. ويت 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 اوكي، هذا دايركت الحين بينا لين منو؟ لين مواني مش دايركت دايركت، لان الحين اصلا احنا عندنا مشكلة ان هني عندنا اماكن اثرية قلنا مو بخربها. بس هذا اصلا بشكل عام خلاص بيتم على نفس الارتفاع خلاص، لان اصلا بيوصل هني اوكي، وبطلع منه 2 لاينز. اول شيء هني 12
خلنا نطلع من هني. ويت 12 لين، لأن هذا راح يكون معانا شوي. أنا عارف 12 هذا بيجي بالطريقة هاي، هذا خلي يلف شوي. ويت خلي يكون شبه دوار. زين، وهذا بس عشان يكون شكله حلو على فكره، ما يخصه في لا بالعملي اكثر ولا شيء. بس اقول لكم ترى الحين هذا ما بيطيع يسوي شكله. اوكي 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 هذا لازم نرفع شوي، نعدل القطار. اوكي بالطريقة هاي هذا بيستوي عندنا قطار الحين شحن. طلع روحي الصراحة اللي سويته. انزين، هذا استوى عندنا قطار شحن. عند قطار شحن بما ان هاي خدمة، الخدمات اللي هني لحظة خليكم عندنا. اول شيء ريسايكلينج ومركز شرطة. اول شيء نبغى مركز شرطة في الوسط. زين، نبغى مركز شرطة. بوابات وايد نبغى هني. وين صار البوليسمان؟ ايوه هذا، هذا هني. دام انك تدخل مكان، المكان مواني، المواني لازم يكون شو؟ فول سيكوريتي، لازم يكون فول سيكوريتي. فهاي كلهن حق السيكوريتي مالهن بنحط لهم هاي نقاط تفتيش. كله بو نقاط تفتيش. هاي المكان نقاط تفتيش فول. خلي تشوف حد. تعرفون انتو كل التهريب كل شيء يستوي وين؟ المواني. كل المشاكل في المواني. فنحن الحين نحاول نتجنب مشكلة ولا مشاكل أمنية بالطريقة هاي. كش اسمه كعلاج، العلاج نبا شيء بسيط. وين صار ميداني؟ نبغى شيء ميداني مثلا مال خدمة الجيش، نعطيهم اياها هني ما بين نقاط التفتيش. يكون في خدمة اسعافات ميدانية، وعند نقطة التفتيش هاي بعد يكون في خدمة اسعاف ميدانية. ويبالك كهرباء مسكين. انزين، وهذا بيكون بشكل اساسي جدا. اما المطافي لازم طبعا، لازم كم مطافي. هذا مينا ممكن في اي لحظه من اللحظات يقول لك ولع المكان، نيب غاز، نيب شو اسمه، نيب بلاوي. نحن هنا نيب بلاوي. انزين، نبا هليكوبترز طبيعي. هليكوبتر نخليه، الهليكوبتر اخليه مكان احسه هني حلو، هني زين، وايد زين. مركز مطافي في حضن الشرطة اللي هني. طبعا هايل اضافة يعني، فعليا ما يمكن ما نحتاجه حتى هني. مركز استجابة طوارئ المواني هاي، بس يبالنا فيها مكان مرتب شوي. لما استجاب الطواري عنا نحن، بس يبالنا عقهم اريال اللي هو ورا المال هذا اريال عشان يغطي المنطقة هاي. ونبقى في نص المطاق والطيارات بس نزل على النص هذا، حرام والله. هني فوق الشارع مكان فاضي ولا لا؟ هني زين، في ناس موت هني ترى. زين، بنحط لهم مبنى صغير. لحظة ايوه، نجيب واحد مننا نركب. عند احلى فندق في الدنيا، احلى فندق في الدنيا هذا. انزين، ليش ما احط لهم هني مسبح عند الفندق هذا؟ فندق لازم يكون فيه مسبح صح؟
ده جميل يا اخي، يستاهل مسبح. تعرفوا بعد منو يستاهل مسبح؟ ايه بالضبط، هذا فندق مش مسبح، مسبحين ثلاثة. خلاص ما اقدر احط اكثر. فلوس كم ياخذ هذا؟ ول 75,000 افتكرت ورا. ميديكال هليكوبتر ديبوت اكيد مبنى نفس مدينة نفس هاي. نحتاج شيء طبي طوارئ، لحظة حق الطوارئ، وهني لازم بعد هليكوبتر ميديكال مودر شو نتنفوني. اوكي نتنفوني مقبولة هاي منهم عادي، لان نحن اصلا جايب العيد. انزين يلا يا جماعة، ان هذا مشروع يعني تعرفون شوي شوي يطلع الروح ترى. خلنا نحط هذا الفندق نشوف اذا اهلا بيشتغل. مشكلة مش كل المودات، فانا شوي سالفة تجرب. انا هاي انا مجبور عليها، مجبور عليها. احنا بنحط الجراند ام هني، شو رايكم؟ والله يبال، بس لا ما بيضبط نفسه هناك صراحة، ما بيضبط مكان الا حق المطار هذا. بفندق، فندق مطار، هذا مسواي حق انه يكون مطار الصراحة. على فكرة هذا مدخل هذا الفندق. زين نبا بعد نبا هذا بيختفي حيدا كان. يبالنا كازينو في الوسط، مش هني في الوسط، في الوسط خلي الكازينو. مشكلة ما عندنا فلوس حاليا، ها موضوع ثاني. موضوع انه ما عندنا فلوس هاي موضوع ثاني ترى، الموضوع يستحق التفكير. لانه وايد خدمات حطيت، كم قاعد احط خدمات، احط مو موقف انا من متى بس جالس شغال احط هالخدمات هاي. فلازم بيستوي عندي، ناقص وايد شغلات، ناقص كذا، ناقص هذا، ناقص ذاك، وايد امور بتستوي. ذكرتوني، خلنا نضيف باص، شوفوا من وين لوين بضيف باص. من هذا المكان ما اقدر اضيف ستوب يا حبيبي، مرة ما حطي ستوب داخل. المفروض اقدر احطي، مو مشكلة بحطي واحد هني بعدين بتيوب حل يوم بحركة لين هني. عندهم مشكلة مجرمين بعد، كرايم ريتز هاي، تعرفون ليش؟ لانهم غير متعلمين اتصور. لو ازيد التعليم شوية مستوى الجريمة راح ينزل بشكل كبير. 10,000 كلاسيك هاي سكول، اوكي كلاسيك هاي سكول، خلنا نشوف كلاسيك هاي سكول. كلاسيك هاي سكول هني، حط مدرسة ابتدائية بعد ما عندي فلوس حق مدرسة ابتدائية. بس المدخول قام يطلع، الناس بتي يعني، الحين الناس بتبدأ تي شوي 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 تي. انزين هني يبالنا مجموعة برايم ريتز هاي. عندك شرطة على كل لفة، قسم بالله تشيك بوينت على كل تبن في شرطي واقف. هذا لو اقدر اجيبه هني نبيبه، بس الحين خلاص حطيته بهاي مسكرين عليه، ما اظني حتى هذا منه فايدة اصلا، ما اظني منه فايدة. الهاربر لا، قبل شوي يو صح؟ يون حق الهاربر. هذا كارغو شيب اوكي، هذا بينزل، وين بينزل؟ ول على التخميس، يخرب بيته يخرب بيته، وين خمس دش في نص الإدار. اوكي هذا مكانه غلط الثاني الصراحة، صراحة ثاني الصغير هذا ينظفته مع الغصب، خطة غير ناجحة. هيك اغير شوية، اعدل شوية، اشوف ماشيات مش ماشيات، في قطارات ما في قطارات، بعدها موضوع ثاني. قطارات مو يوصلوا هني اصلا. ويت اي رومون يوصلوا اختارات، مفروض عادي يعني، ما عندك مشكلة الاختار بي، ما في اختارات يا صوب صح. يوم يرتفع الطلب للاختار، الحين اظن الدرب طويل بالنسبة لهم، بس في عندنا حركة سفن، نشوف المواني وهذا. انا الحلقة الجاية
بحاول والله ما اقدر اسوي لهم شيء على الكرايم ريت لان في شرطه فول هني هني شرطه مليون. بحاول الحلقه الجايه اخلص ان شاء الله المعسكر كامل واحط فيه سجن واحط فيه كل شيء واحط فيه الى اخره على اساس نبدا نشتغل على مدن ثانيه او نكمل هالمدينه خلاص يعني حلقتين ماكسيمم ابى اكمل انا المدينه هاي. ف ان شاء الله يعني خلينا نشوف هاي السفن تترية انها تدخل. خلينا حطينا شوي ديكوريشن سطول سفن هاي اظني حربيه هاي ما تصلح هني هاي يبالها شارعه حديقه هاي ما بنحطيهن بحطيهن هناك على المينا عقب مال الجيش. انزين انا نسيت شيء مهم توي شفت تذكرت هذا لازم موجود في كل مينا وانا ما حسبت حسابه في مكان تخيلوا. بنحطي واحد هني انا اسف واحد هني لازم يكون مينا يعني مينا صح انه مش احسن شيء الحين في العالم بس ان مينا لازم 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 لازم. انا كنت بنهي الحلقه بس تذكرت شيء انا تو اني ناسي كم من الشغله. بعد في وايد شغلات اقدر احطي وظيفه اسوي بس انا قاعد اسوي مدينه لكل شخص لدرجه انه ما يمديني اسوي اي شيء ثاني يعني خلاص. شيد شو كان اسمه والله نسيت شو كان اسمه المظله مظلة كان لها اسم والله والله نسيته بصراحة نسيت. انزين الحين عندنا الكارغو شغال على الاقل المدينة مستفيدة من الكارغو كل حد مستفيد يعني ما في حد غير مستفيد حاليا. يبالنا شركات هني وشركات هني وشركات هني مينا بدون شركات ما تسمونه مينا. هاي المينا لازم شركات منطقة حرة فيها وايد شغلات. اتمنى انا بس اشوف قطار الحين بس اتصور موضوع القطار شوي مطول لين يوصل القطارات. شفت المدن الثانية طول لين وصل القطارات بس وصلت القطارات اخر شيء يعني مش انه ما وصلت اخر شيء طلع فيه قطارات دي. هاي بتكون مدينة بروحها بس بنكمل المعسكر نبى نسوي صناعية نبى نسوي وايد شغلات. المدينة هاي مشروعها كبير. إذا تسألوني والله ليش ولماذا وين مدينتي إن شاء الله بتيكم مدن ثانية وايد بتيكم مدن ما عندكم مشاكل. فلا تحاتون وايد لأن أنا أصلا بعد يعني جالس أحاول أسوي وايد اللي موجود عندي مش شوية جالس أحاول أسوي وايد أحاول أسوي للكل يعني مش لواحد ولا لاثنين. فما شاء الله عليكم ممكن حد انا طالب من شهر يقول لي ولا من زمان ولا من حلقه كذا يا اخوي والله اشوف بس انه انا مشيت سجلت اول ايام مجموعه اسامي كبيره هم اسامي اول ناس طلبوا فحبيت ان اللي اول ناس طلبوا اني اكون وياهم يعني فانا جالس احاول امشي بالترتيب. هاي مدينة ايوه اشرف الراكب خلنا نزيد شوي شغلات هني ما عندهم موظفين. طبعا العاصمة راح يكون بينها وبين هالناس قطارات ها في شي غير بيكون شوي بتشوفونه بعدين مع الحلقات الجاية بالمواصلات الجاية بتشوفون اني بسوي سكة قطار ما تجيب من الشارع الاساسي اصلا سكة قطار بتكون خاصة بس لحظة في مي هني لا اعرف الحركة الاستهبال اللي بيستوي. انزين فالحين هاي حلقتنا اليوم. شوفوا المينا محلاه والله ان مينا ضخم والله ان مينا ضخم صراحة يعني اشتغلنا شغل على المينا. بحاول اخلص لكم في حلقتين اتمنى اني في حلقتين اخلص لنا. بعد في عندنا معسكر في عندنا صناعية ما يبالها وايد على السريع بنسويها وبنسوي شيء ثاني معاها وعندنا الكورنيش البيوت الناس اللي بتسكن القطار اللي لازم قطار من هاي المدينة لهاي المدينة لأشرف الراكبي ولازم قطار من هني لهاي المدينة كله جسور كله جسور فول كله جسور. والقطار الحين هذا موجود نشبكه بين سكك
وشغلانه يعني بنسوي وايد شغله. فخلينا نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير ان شاء الله، متمنين لكم انها تكون عجبتكم السلسله، وباذن الله راح نستمر فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.